السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بنشرة الأخبار من تلفزيون الكوت. أعلنت الحكومة تحفظها اليوم خلال اجتماعها مع اللجنة المالية البرلمانية على منح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية. وأرجعت الحكومة التي حضرت الاجتماع بوزراء الدفاع والمالية وشؤون مجلس الوزراء تحفظها بسبب عجز الميزانية ولوجود رؤية جديدة لديها حول موضوع الزيادات. يأتي ذلك فيما رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية وحسابها الختامي بسبب عدم تلافي الهيئة للملاحظات السابقة. رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها اليوم مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وانتهت إلى رفض ميزانيتها وحسابها الختامي بإجماع أعضائها. وقال رئيس اللجنة النائب سيد عدنان عبد الصمد أن اللجنة لم تجد ما يبرر الموافقة عليها، مشيرا إلى وجود العديد من الملاحظات، منها عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة والنصف، وتغاذف المسؤولية السياسية للهيئة، وعدم وجود وزير مشرف عليها لمدة تقارب 3 أشهر، إضافة إلى كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة والتي وصلت إلى 50 ملاحظة، ولم يتم تسوية إلا ملاحظتين فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة. لم نجد مبرر للموافقة على ميزانية هيئة الزراعة حقيقة بعد المناقشة، وهذا قرار اللجنة برفض الميزانية لأن فيها كثير من المشاكل. وأعتقد أن هيئة الزراعة مع الأسف حتى هذه اللحظة تعتبر كور مخلبص. عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة والنصف، أيضا المشكلة تقاذف المسؤولية في هيئة الزراعة من وزير النفط إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير البلدية. من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراحات بقوانين في شأن منح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية بحضور وزراء الدفاع والمالية وشؤون مجلس الوزراء. وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الرأي الحكومي كان واضحا وصريحا بالتحفظ على أي زيادات في الوقت الحالي نظرا لعجز الميزانية. وبيّن عاشور بأن تقرير اللجنة المالية سيكون جاهزا للعرض على المجلس الجلسة المقبلة بعد معرفة الرأي النهائي للحكومة بهذا الشأن. كان رأي وزير المالية أنه سوف ندرس كلفته المالية والأعداد العسكريين اللي تم إحالتهم أو طلبوا للتقاعد ولم يشملهم هذه الزيادة، على أساس أنه في جلسة القادمة يوم الاثنين القادم يأتون بالأعداد وبالتكلفة المالية وبالرأي النهائي أنه هل هناك موافقة حول هذا الزيادة. إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط أن الحكومة لم تقدم أولوياتها حول 27 متطلبا تشريعيا حتى الآن، وتعهدت بتقديمها في القريب العاجل. حمد النبهام، مجلس الأمة، تلفزيون الكوت.